كلنا مركزين الحمد لله. اللعيبه رجاله عاملين ماتش كويس. فرقه مقاولين طبعا فرقه كويسه، وطبعا كابتن حسن عامل الفرق معاهم من ساعه ما مسك يعني مهمه. فاحنا كنا مركزين الحمد لله ان احنا يعني ما نخسرش الماتش ده، وان احنا بنلعب على الفوز يعني. والحمد لله ان هي جت متاخره، بس الحمد لله على الثلاثه بونت. الوعود في الكوره حاجه مش كويسه يعني، فمن الصح انك ما توعدش، لكن اللي احنا نقدر نوعد بيه ان احنا نعمل اكتر حاجه عندنا في كل مباراه، ونقدر نجمع نقط على قد ما نقدر. وفي الاخر اعتقد ان ربنا هيكافئنا على قد ما احنا تعبنا، ويمكن يدينا حاجه احنا يعني ما نتمناهاش، حتى يمكن يدينا حاجه اكبر من اللي احنا بنفكر يعني. كنا عاملين حساب الماتش النهارده قوي يعني، وفرقه المقاولين فايقه بقى لها ماتشين ماشيين بشكل كويس، والحمد لله رب العالمين شايف ان ادينا اداء كويس النهارده، وربنا كافينا في اخر الماتش بالجون يعني. الحمد لله ماشيين كويس الحمد لله، اللعيبه كلها بتأدي كويس حتى يعني، وده بترجع لكابتن حماده يعني. في لعيبه ما بتلعبش، كابتن حماده بيعملها كويس يعني. الحمد لله بناخدها واحده واحده، ربنا يكرمنا كرمنا الماتش ده، نركز نقفل على نفسنا، نتمرن كويس، ربنا يكرمنا الماتش الجاي نعمل حاجه كويسه. احنا ماشيين واحده واحده. بشكر النهارده المدافعين، عملوا ماتش يعني، هم اللي شالوا الفرقه النهارده، وهو الكابتن هيثم. اي حد بيلعب بيبقى كويس، فالحمد لله ربنا يكرمنا الفتره الجايه ان شاء الله. والله احنا كنا مأمنين بشكل كويس قوي، كنا لاعبين باسلام وعبد الرؤوف على الدايره، وكانوا تحتيهم طبعا رجب وطه، ومن على طرف كان في تامر، والناحيه الثانيه كان سيد. احنا كنا قايلين ان الزياده بتاعتنا من الناس اللي تحت دي تبقى بحساب شويه، هنسيب الزياده لفوق لمهاب والدودي والستانلي وحسام عرفات، ولو احتاجنا ان احنا حد بيزيد بيبقى طرف من الطرفين بيزيد والثاني بيبقى واقف يعني. فالحمد لله نفذناها بشكل كويس. وطبعا احنا برضه فرقه المقاولين فرقه محترمه قوي، ادت بشكل كويس، وكان ممكن في اي وقت يخطفوا الماتش يعني. فطبعا الحمد لله على النتيجه وعلى الاداء. طبعا الحمد لله دي كره القدم، ويمكن توقيت فعلا الهدف كان صعب جدا، ما فيش توقيت وقت اللي احنا نعوض فيه، ومع ذلك برضه لنا فرصه في الاخر لكريم، انما هو يعني قدر الله ما شاء فعل. مباراه وعدت، وكان نامل ان شاء الله اللي احنا كنا خدنا على الاقل بونت لما حسينا الامور كده في الاخر درون. فنعود ان شاء الله ماتش الاتحاد، عندنا الاتحاد السكندري الاثنين جاي في ملعبنا، تركيزنا ان شاء الله في الثلاثه بونت باذن الله اللي يدخلونا شويه في نص الجدول. اساس اللعيبه دي يعني طول ما تجمع بنقط وتبقى في وسط الجدول امكانياتها هتظهر اكتر، مش هيبقى فيه لعب تحت ضغط عصبي شويه، انما هي دي الكوره ونفكر في اللي جاي. اللعيبه كلها عندها دوافع، عندها حماس، وعندها ثقه، ويمكن كسب الماتش الاخير على الملعوب ماتش الشرطه. وانا الحمد لله الفرقه عندي ماشيه بشكل كويس، انا راضي على الاداء. بقول 3 نقط مهمين جدا بالنسبه لنا النهارده. كان في التزام من اللعيبه داخل الملعب بالشكل اللي اتكلمنا عليه في المحاضره، ان اللعيبه بتقف بشكل كويس في الملعب، في توازن بشكل كويس. المقاولين عنده خبرات كتيره في الملعب يعني، ممكن في لحظه بيجيبوا جون، فازاي اللعيبه مركز طول الماتش. فالحمد لله اللعيبه ادت بشكل كويس يعني. اداء اللاعبين يعني مخلينا ان شاء الله مرتاح، على اساس المستقبل هيبقى فيه خير ان شاء الله، وهيبقى كويس باذن الله. فاداء اللعيبه النهارده كان اداء جيد من اغلب اللاعبين، مش عاوز اقول كل اللعيبه، لكن من اغلب اللاعبين كان اداء جيد. وفي نفس الوقت يعني بعض اللاعبين محتاجين شويه يعني، عاوزين شويه باور، شويه بوشنج وكده. فدي ان شاء الله المرحله اللي جايه ان شاء الله يعني هتشهد برضه حاجات جيده. ومش عاوز اقول والله ده انا هجيب في فتره الانتقالات الشتويه فلان ولا علان ولا ولا ولا، لكن هيبقى في دعم للفريق ان شاء الله بشكل، مش عاوز اقول بشكل كبير، لكن في دعم في خطوط الفريق ان احنا هندعمها بشكل كويس ان شاء الله، اللي من خلالها ان شاء الله نبقى على الطموحات اللي احنا عاوزينها، واللي اداره المقاولين العرب عاوزاها، واللي اللعيبه عاوزاها ان شاء الله هنقدر نحققها ان شاء الله. نرجع تاني مع بعض. وشفنا طبعا لقاءات ما بعد فوز وادي دجلة على فريق المقاولين 1-0. تعالوا نروح شويه لاخبار اتحاد الكره المصري. الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم بيفاوض الكابتن او الدكتور طه اسماعيل لتولي منصب المدير الفني لاتحاد الكوره، ولكن كان الدكتور طه اسماعيل كان يعني قال في تصريحات قبل كده ان هو مش بيفضل العمل حاليا داخل اتحاد الكوره لاسباب خاصه، ومش بيفضل برضه تولي منصب المدير الفني للاتحاد في الوقت الحالي. واكد الكابتن حسن فريد نائب رئيس الاتحاد انه طالب الاستاذ جمال علام بالتحدث مع الدكتور طه اسماعيل لتولي منصب المدير الفني للاتحاد ومنحه جميع الصلاحيات باختيار اللجنه الفنيه واختيار المدرب الجديد لاتحاد الكره خلفا للكابتن شوقي غريب. برضه في كلام على الكابتن فتحي نصير ودكتور محمود سعد برضه مرشحين لمنصب المدير الفني لاتحاد الكره المصري. لجنة الحكام الرئيسية بقيادة الكابتن عصام عبد الفتاح بتفاضل ما بين الكابتن محمد فاروق والكابتن محمد الحنفي لاختيار أحدهما لتحكيم مباراة الإسماعيلي والزمالك يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله بعد بكرة. يعني كابتن محمد فاروق مرشح وكابتن محمد الحنفي واحد منهم اللي هيدير لقاء الزمالك والإسماعيلي يوم 8/12 اللي جاي، يعني كمان 6 أيام. هيتم حسم موقف اتحاد الكوره من تنظيم بطوله افريقيا للشباب او بطوله افريقيا للناشئين يوم 8 ديسمبر القادم او 8/12، يعني كمان 6 أيام. هنعرف بقى هل فعلا الاتحاد المصري هينظم بطوله افريقيا للشباب بعد ما السنغال اعتذرت، او بطوله افريقيا للناشئين بعد ما نايجر اعتذرت. هنعرف يوم 8، بس مش عارف ايه السبب يعني يوم 8. هل هيبقى فيه بقى ترتيبات معينه داخل اتحاد الكوره ولا ايه بالظبط؟ معايا العميد ثروت سويلة مدير التنفيذي لاتحاد الكوره المصري. سياده العميد ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام؟ ازيك يا كابتن كريم، ربنا يخلي حضرتك. الله يخليك يا سياده العميد. يعني اشمعنى 8 ديسمبر نقدر نحدد فيه هننظم ولا مش هننظم بطوله افريقيا للشباب او الناشئين؟ والله انا اول مره اسمع عن حضرتك، انا اول مره اسمعها دلوقتي وانت بتقول. ما اعرفش مين اللي حدد الميعاد ده يعني. يعني ممكن تكون حصلت وانت ما تعرفش، ولا ما حصلتش الكلام ده؟ يعني ما اعتقدش انها تحصل وانا ما اعرفش يا كابتن كريم. ما انا قلت برضه، وانا غريبه يعني. هو ال 8/12 ده فيه اجتماع اللجنه الفنيه. اول مره اللجنه الفنيه هتجتمع عشان يتحط معايير معينه لاختيار مديرين الفنيين بتوع المنتخبات. تمام. منتخبات الناشئين. لكن ما تطرقش الحديث اصلا عن استضافه بطوله افريقيا يوم 8 دي اصلا يعني. احنا زي ما حضرتك سمعت كده ان في اعتذار من نايجر تقريبا. فبالتالي يعني اطرح كده هل ممكن الاتحاد المصري ينظم البطولتين دول او احدى البطولتين يعني. مرغونه برضو زي ما حضرتك عارف بموافقه وزاره الصحه عشان ما نرجعش تاني لموضوع بطولة افريقيا 2015. صحيح الناشئين بتختلف عن المنتخبات الاولى يعني. على اساس ما فيش جماهير وما فيش كلام من ده، والاجهزه الفنيه واللعيبه بس مقتصره عليهم. لكن في نفس الوقت ان ده برضه قرار سيادي وقرار لنظم معينه، فالموضوع اصلا لم يطرح على ترابيزه اجتماعات اتحاد الكوره، لكن كلها اجتهادات. اللي بيتكلم اجتهادات واراء شخصيه. مجرد ما هيتاخد راي الاتحاد طبعا في حرص ان لو في زي كده استضافه للبطوله دي يعني هتوجد تاني تواجد لمنتخب 95 او 98 في البطوله. جيل كامل من اللعيبه اللي احنا اخفاقوا في الوصول للنهائيات يعني هيرجع تاني التنظيم ليهم. لكن زي ما بقول لحضرتك كده ما حصلش اتخاذ قرار او بحث في هذا الموضوع. طيب هو الاتحاد الافريقي مستني موافقه الاتحاد المصري، ولا الاتحاد المصري مستني مثلا موافقه الامن، ولا ايه بالظبط بالنسبه لتنظيم احد البطولتين؟ ما انا بقول لحضرتك كابتن كريم ان ما فيش اصلا مكاتبات رسميه لسه بهل الاتحاد المصري عنده استعداد ولا لا. لكن انا معلوماتي ان لو في حاجه زي كده الكابتن هاني طبعا بتواجده في منصبه يعني. كابتن هاني ابو ريده. كابتن هاني ابو ريده، فهيكون حريص طبعا لو الموضوع ده ممكن يسند لمصر تنظيمه. انت عندك البنيه الاساسيه والملاعب والامن ما عندوش مانع والكلام ده كله حضرتك. عشان كده بقول لك بتختلف بس عن المنتخب الاول بشان ان مفيش جماهير هتيجي مع الناشئين، مفيش جماهير هتيجي من البلاد الثانيه. هيبقى مقتصر على اللعيبه والجهاز الفني بتاعهم بس. ايوه لكن لم يطرح رسميا او في مكاتبه رسميا من الاتحاد الافريقي باستطلاع راي ان احنا ننظم او لا، ما حصلش الكلام ده. تمام. طيب يعني يوم ده 8 ديسمبر ده انت هتحطه او لجنه فنيه هتقعد عشان تحدد معايير المدير الفني للاتحاد ولا المدير الفني للمنتخبات الناشئين؟ الاثنين يا كابتن. الاثنين. احنا عارفين احنا النخبه اللي موجوده في اللجنه الفنيه اسماء كلها محترمه. هيبقى في اجتماع ليهم معاهم الكابتن حماده المصري على اساس يبقى في معايير لاختيار عشان ما يرجعش ثاني الناس تقول ده في مجاملات، في نوع من التجامل في الحاجات زي كده. هيبقى في معايير معينه يتمشي عليها في الاختيار لمدير فني الاتحاد ومدير فني المنتخبات الناشئين. ان شاء الله. في اسماء مرشحه بالنسبه للمدير الفني للاتحاد يا كابتن ثروت؟ والله يا كابتن كريم يعني بدات في الفتره الاخيره، يعني زي ما حضرتك عارف انت بتسمع في الاعلام وفي الصحافه. اللي انا عاوز اقول اكد لحضرتك عليه ان المدير الفني للاتحاد هيكون من الاسماء اللي يعني كل الناس بتعتز بمكانتها في الكره المصريه. يعني مش هتجيب حد، يعني انت النهارده لما الكابتن فاروق جعفر احد رموز الكوره وكابتن مصر وقبليه كابتن محمود الجوهري، وزي ما حضرتك عارف طبعا يعني كان برضو طرح اسم الكابتن حسن شحاته قبل الكابتن فاروق. الكابتن حسن مش حابب ان هو يخش في اماكن اداريه يعني، فلازم يكون اسم ما يقلش عن الكابتن حسن والكابتن فاروق والكابتن محمود الجوهري. هو مش مشكله الاسم، هو مشكله الخصائص الوظيفيه بتاعه المدير الفني الاتحاد. يبقى عنده سلطات، عنده يعني يدوا له شغل، يدوا له وظائف، يعني يحددوا له حاجات يعني معينه، او يحددوا له هو مسؤول عن ايه، ويدوا له الفرصه ان هو طبعا انت عارف اي مدير فني اتحاد ما بيجي يقول لك لا ما يتدخلش في المنتخب الاول، ما يتدخلش في المنتخب الاولمبي، بيبقى الدور صغير. انا سمعت كلام حضرتك امبارح. الوضع بالنسبه للكابتن فاروق كان مختلف، لان الكابتن فاروق اتعين مدير فني للاتحاد عقب تشكيل الاجهزه الفنيه. بالظبط. فبالتالي حضرتك انت الاجهزه اتعينت، لكن الوضع مختلف. انت النهارده يعني هيبقى ماشي يا سياده العميد، بس ادام الكابتن فاروق قابل المهمه يبقى لازم يتعامل مع الناس اللي موجوده وفقا لخطه كابتن فاروق. وانا مش عاوز اقول لحضرتك ان ما كانش في معسكر بيتعمل يا كابتن كريم الا بالكابتن فاروق وافق عليه، ما كانش. وبعدين بس حضرتك تعيين كابتن فاروق تزامن مع وجود المنتخبات شغاله في تصفيات والبطولات 95 و98. فبالتالي حضرتك المواضيع كانت فيها شيكه شويه، لكن كابتن فاروق كل الاختصاصات كانت موجوده. لكن زي ما حضرتك قلت كده المدير الفني ده منصب مهم جدا، لكن توظيفه وتفعيله يمكن التزامن وجود الكابتن فاروق وتعيينه بعد المنتخبات هي اللي ادت او مش همشت الدور شويه، لكن قللت من التفعيل بتاعه. الكابتن فاروق طبعا كان قيمه كبيره جدا، وكان في حريص هو ان يتعمل. عاوز اقول لحضرتك ان الدورات التدريبيه اللي حصلت في عهد الكابتن فاروق جعفر ما حصلتش من سنين طويله. يعني حصول السي والبي والايه والحاجات دي، يعني هي الموضوع مش موضوع منتخبات بس يا كابتن كريم، لكن كان في دور تاني فني واداري للجان الفنيه والتعيين مديرين القطاعات. كل ده كان اختصاص الكابتن فاروق، وهو تولى زمام الامور في هذا الموضوع. برضه بقول لحضرتك ان المدير الفني اللي هيجي اعتقد ان المجلس عنده من الشجاعه لاختيار اسم كبير، واسم كبير حابب الوظيفه دي. يعني مدير فني الاتحاد برضه بتبقى عاوزه واحد مش حابب انه يبقى مدير فني منتخب او نادي او كده، يبقى وصل من الخبره وكده ان هو يتولى التخطيط للكره المصريه في السنين اللي جايه. تمام. بشكرك شكرا جزيلا عميد ثروت سويلم مدير في تنفيذي لاتحاد الكره المصري. اتحاد الكره بيخاطب الانديه لتحصيل نسبه ال 15% من عائد بث الفضائي للقاءات الدوري. كل نادي بيدفع 15% من عائد البث الفضائي اللي بياخده من الشركات او التلفزيون المصري او الشركات الاخرى اللي بتشتري الدوري، فبيحصلوا 15% من عائد كل نادي، و يعني اتحاد الكرة بياخد النسبة دي. منتخب مصر مواليد 97 اللي بيقوده كابتن معتمد جمال خسر النهاردة أمام منتخب الإمارات 1-0 في المباراة الثانية الودية. كانت المباراة الأولى اتلعبت ما بين مصر والإمارات مواليد 97 وفازت بيها مصر في المباراة الأولى 2-0. النهاردة خسرنا 1-0 ومفيش مشكله، يعني كلها تجارب وكلها احتكاكات بالنسبه للولاد. وبرضه كابتن معتمد بيبدا يعني يشوف اللعيبه اللي تصلح اللي تكون موجوده في منتخب مصر. نروح لاخبار نادي الزمالك. الزمالك هيسافر اسماعيليه بكره والتدريب على استاد اسماعيليه ان شاء الله. عشان يعني اللعيبه تبقى خدت برضو لعيبه الزمالك او نادي الزمالك هياخد تدريب على ملعب النادي الاسماعيلي. الجهاز الفني اختار 19 لعيب في قائمه الزمالك هيسافروا بكره مع الزمالك الاسماعيليه. دخل اسلام جمال مكان محمد كوفي اللي عنده ايقاف 3 ماتشات. اختار محمد ابو جبل وجنش وحماده طلبه واسلام جمال واحمد ديودار وعلي جبر وعمر جابر وطارق حامد واحمد سمير، ابراهيم صلاح، محمد شعبان، مؤمن زكريا، احمد عيد عبد الملك، احمد توفيق، معروف يوسف، احمد علي، ايمن حفني، باسم مرسي، وخالد قمر. احمد عيد متضايق من المباراه اللي فاتت، ما شاركش في مباراه النادي المصري، بيفكر برضه او يعني بيرجع تاني تفكيره في عرض نادي المريخ السوداني. رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور بيسعى لاقناع باشيكو باستمرار محمد صلاح في منصبه. امبارح كنت انا قلت لكم ان باشيكو طلب رسميا من اداره الزمالك استبعاد الكابتن محمد صلاح من الجهاز الفني، لكن رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور يعني اتكلم مع باشيكو وقال له لازم محمد صلاح يستمر، وبرضه يعني لسه الامور ما اتحسمتش بشكل كامل هل كابتن محمد هيكمل ولا لا، بس النسبه الاكبر ان هو ممكن ما يكملش أو ما يبقاش موجود في الجهاز الفني. معروف يوسف برضو متضايق من عدم اشتراكه في اللقاءات الأخيرة، واتكلم مع وكيله أسامة فرحات عشان يدور له على عروض احتراف. عبد الله سيسي نفس القصة، اتكلم مع كابتن إسماعيل يوسف مدير الكورة وأبدى غضبه كمان بعد خروجه من قائمة مباراة الإسماعيلي بكرة، وبرضو بيفكر في إن هو يدور على عروض خارجية. أمير المراكبي وكيل ياسر إبراهيم لاعب الزمالك راح النهارده ملعب نادي الزمالك حلمي زاموره وقابل الجهاز الفني وبعض اعضاء مجلس الاداره عشان يقدم طلب رسمي من اللاعب ياسر ابراهيم ان هو عايز يروح ياخد فرصه للاعاره في بعض الانديه اللي طالبه ياسر ابراهيم. كلها حاجات طبعا اللعيبه مش ما بتلعبش، فالزمالك انتوا عارفين احنا قلنا المشكله دي هتحصل في نادي الزمالك السنه دي، ان في لعيبه كتير الزمالك اشتراهم وجابهم، فبالتالي في دايما المدير الفني بيختار 18 19 لعيب لكل مباراه والباقي بيبقى خارج القائمه، فدي بتزعل بعض اللاعبين وبيقول ان هم المفروض جايين نجوم من انديتهم، فعايزين يا اما يروحوا اعاره يا اما عايزين يشوفوا عروض خارجيه. ولكن هو ده لازم يحصل، ان هو الزمالك جايب لعيبه كتير فلازم يحصل كده، يعني ده طبيعي. الراجل مش هيقدر يحط ال 25 ولا ال 30 لعيب في قائمه كل مباراه. محمد كوفي هيسافر بوركينا فاسو، يعني اسبوع كده اجازه يزور اسرته. انتوا عارفين ان محمد كوفي عنده ايقاف 3 ماتشات. رضا العزب النهارده عاد لتدريبات نادي الزمالك بعد غياب 3 ايام. باشيكو احتفل ولاعيبه الزمالك احتفلوا بعيد ميلاد صالح موسى في اوضه اللبس النهارده، وبعدين بعد التدريب تم استبعاد صالح موسى من قائمه مباراه الاسماعيلي بكره، ملهاش علاقه طبعا، لكن يعني اللعيبه احتفلت والجهاز الفني بصالح موسى في عيد ميلاده، والراجل راح مخرجه بره القايمه بعد التدريب. مجلس الزمالك بيصرف مكافاه الفوز على او هيصرف مكافاه الفوز على المصري بكره ان شاء الله، قيمتها 3000 جنيه لكل لاعب. مصلحة التأمينات الاجتماعية بتطالب النادي الإسماعيلي ب500,000 جنيه للتنازل عن قضية اللي مرفوعة ضد النادي الإسماعيلي. الإسماعيلي هيصرف بكرة برضه مكافأة الفوز اللي فاز بيها نادي الإسماعيلي على وادي دجلة من حوالي 2-3 ماتش قبل مواجهة الزمالك. الإسماعيلي بيرفع عقد حارس المرمى مصطفى سيد إلى 150,000 جنيه بدلا من 100 عشان يبقى في مساواة مع زملائه. ريكاردو يعني بيطلب رحيل أحمد سمير فرج، وقال إن هو مش هيشارك في تدريبات نادي الإسماعيلي، وبيهدد ريكاردو بالرحيل في حالة عودة أحمد سمير فرج للتدريبات. طبعا إدارة الإسماعيلي عايزة تحل الموضوع، لكن الموضوع دخل بقى إيه خلاص، يعني ريكاردو قفلت معاه وأحمد سمير فرج يعني ريكاردو مش عايزه يرجع تاني التمرين. برضه في ناديين نادي الرجاء ونادي الأسيوطي بعتوا عروض للنادي الإسماعيلي عشان ياخدوا يشتروا أحمد ناصر مدافع الإسماعيلي اللي برضه ما بيشتركش خالص في الفترة الأخيرة، ويعني لو الإسماعيلي مش موافق على البيع والشراء ممكن تبقى إعارة أحمد ناصر. 600,000 جنيه تفصل النادي الإسماعيلي عن ضم صلاح أمين. صلاح أمين عنده مشكلة طبعا مع دينيس لافاني وعايز يمشي من نادي سموحة، فصلاح أمين طلب من إدارة الإسماعيلي إن هم يدفعوا 600,000 جنيه من أجل فسخ التعاقد مع نادي سموحة. أحمد ياسر برضو لاعب المصري يتمسك بالرحيل من النادي المصري. بيقول اللي هو كابتن طارق يحيى مش بيعتمد عليه بصفه اساسيه في الفتره الماضيه، فعايز يمشي احمد ياسر. كابتن طارق يحيى اختار 19 لعيب في قائمه المصري لمواجهه بكره المقصه، مصر المقصه في استاد اسماعيليه. كابتن طارق اختار احمد مسعود واحمد حسين واسلام صلاح ومحمد جبر وويلسون ومحمود شاكر، عبد الفتاح ومحمد جمعه واسامه عزب وعمرو موسى والسيد عبد العال ومحمد عاشور الادهم ومحمد عادل ومحمود عبد الحكيم وعلاء شعبان ومحمد خليفه واحمد داووده ومحمد اشرف واحمد رؤوف وحماده يحيى. كابتن ايهاب جلال كمان اختار 19 لعيب عشان مواجهه المصري بكره، عبد الواحد السيد ومصطفى كمال ومحمود حمدي في حراسه المرمى، احمد بكري واحمد رجب وحسين الشحات وعبد الله فاروق واحمد كابوريا واحمد الشيخ وسعيد مراد والسيد حمدي واحمد زغلول ووائل فرج، احمد حسام ميدو هاني سعيد احمد سامي محمود بزيد باسم عبد العزيز حسين رجب حسين الشحات. ده قائمه ال 19 بالنسبه للمقصه بكره في مواجهتهم امام النادي المصري في استاد اسماعيليه ان شاء الله. رسميا نادي سموحه يتعاقد مع هداف الدوري البوركيني. المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه تعاقد مع لاعب اسمه دانو ديوارا، ده هداف دوري في بوركينا فاسو لمده 3 سنوات، وتم التعاقد معاه في صفقه انتقال حر. وبيقول ان المهندس فرج عامر بيقول ان اللاعب احرز 26 هدف خلال الموسم الحالي في الدوري البوركيني، وان اللاعب هيوصل يوم الثلاث اللي جاي وهينضم لتدريبات الفريق. الجونه كمان يتعاقد مع احمد فتحي بوجي لاعب نادي الزمالك السابق، كان بيلعب احمد فتحي في الجزائر في الدوري الجزائري، وخلاص تعاقد معاه لمده موسمين ونصف نادي الجونه، وهيلتزم بقى في الفتره القادمه مع نادي الجونه في التدريبات استعدادا ل طبعا فتره الانتقالات الشتويه في يناير. هنطلع فاصل سريع ونرجع بقى نشوف الفقره العالميه، وبعد الفقره العالميه ان شاء الله نستقبل الكابتن عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكوره السابق ان شاء الله في كوره كل يوم.